السلام عليكم ورحمة الله. أنا وعدتكم الفيديو اللي فات إن بعد ما عملنا فيديو عن الطاقة هعمل لكم فيديو عن السياحة. أنا دلوقتي الفيديو هو عن البحث بتاعكم بيتكلم عن السياحة. لازم تعمل الشكل ده اللي هو زي ما أنت شايف كده، محافظة القاهرة، إدارة تحط الإدارة بقى بتاعتك التعليمية اسمها إيه هنا في النقط دي، مدرستك تحط اسمها هنا، بعد كده نحط أهمية السياحة، ده عنوان البحث بتاعك، الكود التعريفي اللي أنت هتجيبه مش بالرقم القومي، هعرفك في آخر الفيديو هتجيبه إزاي من على النت. مقدمة البحث بتاعتنا إيه بقى؟ السياحة هي مجموعة من الأنشطة الحضارية والثقافية والمائية، فتعتبر السياحة من أهم مصادر الدخل لدى الدول المختلفة، لذا تسعى الدولة إلى تنمية السياحة داخلها بمختلف أنواعها لجذب المزيد من السياح، ويتنوع أهميتها وتعم فوائدها على الدولة وعلى أهل البلاد وعلى السائحين والفرد الذي يتنقل من بلد إلى آخر ويستمر وجوده بها إلى أكثر من يوم على الأقل، ويتعدد الأغراض التي سافر من أجلها. ركزوا معايا بقى كويس، دلوقتي أنا جايبه لكم الجمل دي أكثر من 25 كلمة، هو طالب منك من 20 ل 25. انت دلوقتي ما تعملش نفس الشكل ده بالظبط، لا، هتاخد جملتين في الاول مثلا تحطهم في النص، وجملتين من النص تحطهم في الاخر، وجملتين من الاخر تحطهم في الاول، بس عد الكلمات بحيث ما تزيدش عن 25، ما تاخدش كل المقدمه دي كلها، انا عامله لكم كبيره عشان يبقى كل واحد مختلف عن التاني في المقدمه. خد بالك من النقطه دي مهمه جدا، لازم المقدمه لا تزيد عن 25 ولا تقل عن 20. بعد كده هندخل على الموضوع نفسه بقى. تعتبر السياحة من أهم مصادر الدخل لدى الدول المختلفة، لذا تسعى الدول إلى تنمية السياحة داخلها بمختلف أنواعها لجذب المزيد من السياح، وتنوع أهميتها وتعم فائدها على الدولة وعلى أهل البلاد وعلى السائحين. للسياحة أنواع كثيرة، ولا يسافر كثير من السياح من بلد إلى آخر نفس الهدف، إنما تختلف أغراض السياحة من ساحل إلى آخر وتعدد أشكالها، فمن السياح من يسافر لأغراض علاجية، ومنه لغرض الترفيه، ومنه يسافر للتعرف على ثقافة الدولة، وغيرهم الكثير من ذلك. بتقدم السياحة فرص عمل كتير، نحط هنا حرف الت، تقدم خليها سودا. تقدم السياحة فرصة جديدة لعدد من الصناعات في الدول السياحية والمضيفة، فأنت عندك مثلا يساعد ذلك على رفع مستوى الدخل، وتوفر السياحة فرص لعمل في العديد من المجالات زي الفنادق والمطاعم والشركات السياحية. بعد كده بقى ننتقل لعناصر الموضوع بتاعنا، أو أهمية السياحة، 2 أنواع السياحة، 3 زيادة فرص الشباب للعمل. هنعمل بقى دلوقتي لافتة بالإنجلش وبالعربي، Welcome in Egypt, it gives us more pleasure to see you، أهلا بكم في مصر، من دواعي سرورنا رؤيتكم في بلدكم الثاني. خد بالك برضو هو بيقول لك بالنسبة للإنجلش برضو هي عدد كلمات معينة من 8 ل 10، هنعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، يبقى أنت كده عديت الإيه؟ ال10 كلمات بالحرف ده، فالحرف ده مش هيعتبر إن هو كلمة، ده يعتبر حرف. عادي، يبقى احنا كده عملنا اهو 10 كلمات بالانجلش، وعملت اهو لافته باللغه العربيه، وفي نفس الوقت انا كبلك اللافته دي على هيئه مستطيل. طيب يبقى انت كده دخلت برضو رياضه بقى ندخلها في على هيئه مساله حسابيه. قامت المدرسه برحله الى واحد سيوة، فكان عدد الطالبات المشتركين في الرحله 20، وعدد الطلاب 30، ومدير المدرسه والاخصائي الاجتماعي واربعه مشرفين، فكم عدد الافراد في الاتوبيس؟ يبقى دي عمليه جمع، هتقول عدد الافراد بيساوي الطالبات البنات زائد الطلاب الولاد زائد المدير زائد الاخصائي زائد المشرفين، وطبعا السائق ما ننساهوش اللي هو بيدينا الايه بيسوق لنا الاتوبيس، يبقى عدد الافراد 20 زائد 30 زائد واحد المدير، واحد الاخصائي، اربعه المشرفين، واحد السائق، 57 فرد. والنتائج عندك اهي، ارتباط موضوع السياحه في كافه المواد الدراسيه، ربطنا العربي بالانجليزي بالحساب بمساله الرياضه بالعربي، 2 السياحه مصدر للدخل القومي، 3 دورنا في ترحيب بالسائحين، كل الحاجات دي النتائج. هناخد بقى المصادر بتاعتنا، جبنا منين بقى البحث بتاعنا؟ من الكتاب المدرسي. هتكتب بقى بالنسبه للعربي واحد سيوة صفحه كذا كتاب العربي، هتكتب بالنسبه للرياضه مساله الجامعه اللي خدتها دي تشوف صفحه كام في كتاب الرياضه، بنك المعرفه جبنا منه برضو معلومات عن السياحه، المكتبه الرقميه زي دار نهضه مصر. كده احنا خلصنا البحث بتاعنا والشكل بتاعه، ربنا يوفقكم ان شاء الله، وعدوا بقى البحث كله على بعضيه عشان عايزينه ما يزيدش عن 250 كلمه، ربنا يوفقكم ان شاء الله وربنا معاكم، واي حاجه انتم مش عارفينها ابعتي لي الكومنت بتاعتكم على القناه، بس اهم
الحاجات بتاعتنا بقى اللي احنا عملناها دلوقتي مع بعض دي هي اللي هتنجح بإذن الله موضوع البحث بتاعها، ان احنا جبنا في الاول الديباجة بتاعتنا، وبعدين جبنا عنوان البحث، وبعد كده جبنا الكود بتاعك التعريفي. دلوقتي بقى هعرفك ازاي تجيب الكود بتاعك، بس اهم حاجة ان لازم الموضوع تعد كله على بعضيه اكتر من 400 كلمة، وما يقلش ما يزيدش عن 500، يعني لازم الموضوع كله يكون حوالي 400 او 450. فانت هتعد بقى كل النتائج بالارقام، بالمقدمة، بالمسألة، كلمات المسألة، الرياضة، بالانجليش، بكل الموضوع كله على بعضيه من اول عنوان لغاية المصادر، تعدهم كلهم من 400 ما يزيدش عن 500 كلمة. لو لقيت فيه اكتر من 500 نشيل منهم شوية لحد ما نوصل ل 500، وربنا يوفقك ان شاء الله. دلوقتي بقى هعرفك ايه الطريقة اللي تخش بيها على جوجل عشان تجيب منها الكود الشخصي بتاعك انت، عشان اعرفك ازاي تخش بعد كده في اخر الفيديو على المنصة عشان تتقابل مع المدرس بتاعك جوه الكلاس بتاعك. شوفوا بقى، هنكتب مع... هكتب لكم بقى دلوقتي الكود بتاع اللي هنخش منه، اللينك اللي هنخش منه من على جوجل. خدوا بالكم معايا، ركزوا معايا، بصوا معايا بقى كده، ادي اهوت اللينك اهو، http://studea.emis.gov.eg. دلوقتي بقى هعمل معاكم ازاي نخش على اللينك دوت من الجوجل عشان تجيب الكود الشخصي بتاعك. بص انا دلوقتي اهوت هفتح معاكم اهو جوجل، انتوا برضه هتعملوا برضه عندكم برضه كده. بعد ما تفتحوا جوجل هتيجوا عند المكان بتاع السيرش، اول ما تكتبوا بقى http دي على طول هتلاقي جايب لكم اهو اللينك اهو، هتدوس عليه كده زي ما انا بعمل بالظبط، هتلاقي استعلام على اكواد الطلاب، دوس عليها هيجيب لك اهو بقى الرقم القومي، هتدخله من شهاده الميلاد، عندك 14 رقم قومي فوق، سنه بعد كده تاريخ الميلاد، هتجيب السنه تفتح السهم، هتلاقي السنه تختارها من هنا، الشهر تفتحه تختار الشهر اللي اتولدت فيه، اليوم هتختار اليوم بتاع ميلادك، بعد كده هتيجي على المحافظه جايب لك سهم اهو، شوف شهاده الميلاد مكتوب فيها محافظه ايه وتختاره، بعد كده نختار انت بقى ولد يبقى ذكر او بنت تبقى انثى، بعد كده هنعمل تسجيل الدخول، هيقوم جايب لك ايه، هو بيقول لي لازم ادخل رقم القومي طبعا والتفاصيل دي، هتلاقيه جايب لك كده مستطيل مكتوب في اسمك، جنبيه الكود بتاعك، تحتيه اسم مدرستك. الكود ده بقى تحتفظ بيه عشان هعرفك في اخر الفيديو ازاي تخش بالكود الشخصي بتاعك دوت على المنصه التعليميه عشان تتقابل فيها مع التيتشر بتاعك جوه الكلاس بتاعك، عن طريق بقى ايه كود تاني اللي بتجيبه من المدرسه. يبقى انت في عندك اتنين كود، الكود ده بتاع اسم الطالب الشخصي بتاعك انت، كود الطالب اهو، الرقم التعريفي كتبناه في البحث من شويه للطالب، والكود الثاني بتاع المستر اللي هتجيبه من المدرسه، هتسجله دلوقتي بمنصه تعليميه، وهتشوفوه ان شاء الله في اخر الفيديو، ربنا يوفقكم ان شاء الله.